بسم الله يا جماعه. احنا خلصنا يا جماعه اول يونت اللي هو الماس اند ويت. النهارده هناخد يونت 2 اللي بعنوان هيت انرجي. هيت انرجي يا جماعه يعني الطاقه الايه؟ الحراريه. طب تعالى كده بص على البورد معايا عشان نفهم يعني ايه كلمه طاقه حراريه اللي هي الهيت انرجي. لازم الاول نعرف ايه اهميه او ايه استخدامات اليوزز بتاعه الهيت انرجي، وايه الاندستريز اللي هي الصناعات اللي بتدخلها. الكلام ده كله انت تقدر تعرفه عادي خالص. لو جيت قلت لك اقرب سورس اوف هيت ليك الصن، صح؟ حد يعرف الصن مثلا؟ ماما كل يوم تاخد هدومك تحطها في الووشنج ماشين الغساله وبتطلعها تنشرها، صح؟ يبقى الشمس بتديك هيت عشان تعمل ايه حضرتك؟ عشان تعمل دراينج للكلوزز، يعني تنشف الهدوء. عندك سورس تاني موجود جوه البيت عندك اللي هو البوتاجاز، اللي هو بيعمل ايه حضرتك؟ بعمل بيه كوكينج للفود، يعني بطبخ بيه الاكل، بعمل بيه بويلنج الووتر اللي انت بتعمل بيها الشاي او بتعمل بيها اي حاجه سخنه عندك في البيت. عندك حاجه اسمها الكتريك هيتر اللي هي الدفايه، بتعمل لك وورمنج تدفئه، او الصن بتعمل لك وورمنج. طبعا الكلام ده يا شباب كله مرتبط باليوزز. يعني ايه يوزز؟ استخدامات. في حاجات انت بتستخدمها اللي هي الهيت انرجي في البيت، زي وورمنج التدفئه. عليك اسمك ايه؟ تمام يا فندم. زي الكوكينج، زي الهيتنج ووتر، زي دراينج ووشنج كلوزز. يبقى تاني، ايه استخدامات او اليوزز بتاعه الهيت انرجي؟ بستخدم الهيت انرجي فين؟ ان الهيت انرجي لو كانت دفايه مثلا بتدفيني يبقى وورمنج، بتطلع لي هيت عشان تدفيني. بعمل بيها الكوكينج، بطبخ الاكل. بعمل بيها هيتنج ذا ووتر، يعني اسخن ميه عشان اعمل اي مشروب في البيت. بعمل الصن، بتعمل لي واشنج دراينج ذا واشد ايه كلوزز. تمام كده؟ روكا ممكن نركز؟ طيب الاندستريز الصناعات، اي حاجه بتتصنع يا جماعه بتبقى محتاجه هيت انرجي. ايه ده يا مستر؟ يعني حتى الهدوم اللي بتتصنع دي الفايبرز دي بتحتاج؟ قال لك اه، يعني هم بعد ما بيصنعوا الهدوم لازم يحطوها في بويلد ووتر، ميه مغليه، عشان يقتلوا البكتيريا قبل ما يغلفوها. الكوكينج فود الاكل، ينفع تروح تجيب مثلا بيتزا او تجيب مثلا حاجه تتصنع، ينفع يديك العجينه كده نيه ولا بيطبخها لك؟ بيحتاج هيت انرجي. يبقى الكوكينج فود اللي هي الفود اندستري، البيبر، الجلاس، اي ماتيريال بتتصنع بتحتاج لهيت انرجي. يبقى ملخص الكلام لحد دلوقتي ان في صناعات محتاجه صناعه، يعني اندستري اللي انت بتكسب بيها. عندك ايه؟ بروسيسنج فود، تحضير الاكل في المحلات بقى او المصانع. جلاس اندستري، صناعه الايه؟ الازاز. بيبر اندستري، يعني صناعه الورق. تكستايل اندستري، تكستايل دي اللي هي الالياف. الالياف دي يا مستر اللي هي الهدوم. زي ما قلت لك بعد ما بيصنعوا الهدوم بيحتاجوا ان هم يحطوها في درجه حراره عاليه عشان يقتلوا بكتيريا، يقتلوا اي حاجه تتكون جواها. يبقى لحد دلوقتي احنا بنتكلم على حاجه اسمها هيت انرجي اللي هي الطاقه الحراريه، ليها يوزز واندستريز، يعني استخدامات وصناعات. استخدامات زي ايه؟ زي ان انا بعمل بيها وورمنج، كوكينج، هيتنج ووتر، دراينج ووشد كلوزز، يعني تجفيف الملابس اللي ايه بتتغسل. طيب اندستريز زي ايه؟ زي البروسيسنج فود اندستري، جلاس اندستري، بيبر اندستري، تكستايل. طبعا كل الكلام ده يجي مع حفظ الكلمات. لو انت بتنزل بكلماتك صح، لو انت بتحفظ صح، اليونت الجديد ده يا جماعه ما فيهوش صعوبات خالص. مرتبط بجونيور 4 وجونيور 5. يعني لو بصينا كده كلنا على البورد وسيبنا اللي مش عارف يدخل ده هنعرف نركز في الحصه. تعالى كده نشوف يا جماعه ايه اللي عندنا. اللي عندنا عباره عن براكتيكال اكتيفيتي، تجربه بسيطة خالص هتعرفني يعني ايه كلمة هيت انرجي. مين شاطر يقول لي؟ هو انا لو ماسك الكاب اوف ايه تي، طبعا ده النسكافيه اللي معايا ده،
ولمسه بايديا كده، حد يعرف ايه اللي هيحصل لايديا؟ زياد وي فيل وورم او وي فيل هوت. طب زياد انت جات لك الهيت انرجي دي منين؟ الحراره دي منين؟ من الشاي. يعني قصد حضرتك ان الشاي ده عشان درجه حرارته 100 ديجري، وانت درجه حراره جسمك، حد فاكر يا جماعه درجه حراره الجسم كام؟ 37. تمام. فالهيت جت من اللي فين؟ من الكب للايه؟ للهاند. طب لو سالت حضرتك هو مين اللي اعلى في الحراره، الكب ولا الهاند؟ يبقى من الهاي تمبريتشر اوبجكت لللور تمبريتشر اوبجكت. يبقى تاني هو when we lift a hot cup of tea we feel hot. طب ليه؟ because the heat energy transfer جت من اللي فين؟ من الاعلى للاقل ولا من الاقل للاعلى؟ من الاعلى للاقل. عشان كده حتى انت لما بتبقى سخن ما بتحس ولا ما بتحسش لما تضغط عليك؟ بتحس، لان انت درجه حرارتك اعلى ولا اقل؟ اعلى، فتقول لك انت سخن. لكن لو درجه حرارتك زيها او اقل لا مش هتحس بحاجه، هتقول لك لا عادي انت ما فيكش حاجه، انت ما فيش دافي حتى. فاهمين يا جماعه؟ يبقى انا كده من الهاي للو. طيب مثال تاني، وات هابن اف وي كاري ا بيس اوف ايس؟ حد يعرف ايه اللي يحصل لو شلت مكعبات تلج؟ تعالى يا سينا افتح التكييف اللي ورا. حد يعرف كده؟ يوسف وي فيل كولد. طيب مين يرفع ايديك يا جماعه يقول لي هو احنا حسينا بالبرد ليه؟ المره دي بقى يا ابو شادي، ها درجه حراره التلج كام تعرف؟ ها؟ زيرو. ودرجه حراره جسمي 37. مين الهاي؟ ايديا هي الهاي الهاند. ومين اللو؟ التلج هو الايس لو. الحراره هتيجي منين لفين يا صاحبي؟ من الايس للهاند، من القليل للعالي، من الهاند للايس. يعني جسمك هيبدا يعمل لوز، يفقد الحراره. معنى ان انا افقد الحراره يا جماعه احس ان انا بدات اسخن ولا ابرد؟ ابرد. عشان كده يا جماعه وي فيل كولد. يبقى لحد دلوقتي مين يرفع ايديه في المثالين يثبت لي ان الهيت انرجي تيجي من اللي فين؟ ارفع ايديك لو فاهم الهيت انرجي تيجي من اللي فين. اروى؟ طب ما هو انا هنا جت من الحاجه اللي انا ماسكها، مش شرط. بتيجي من اللي فين؟ شوف حد في الاونلاين. ياسين بس مستر بتيجي من الهاير لللور. بتيجي من الهاير لللور. يبقى خلاص كده انا عرفت الموضوع ان الهيت انرجي ترانسفير فروم هاير تو ايه؟ لور. جت من الاعلى للاقل شرط على طول. بمعنى ان حضرتك بص كده معانا، في المره الاولانيه جت منين لفين؟ من الكابل الايه؟ للهاند. Because the cup is higher than ولا lower than the hand؟ higher than، اعلى. تمام. المره الثانيه جت من اللي فين؟ من الهاند للايس. Because the hand is higher than ولا lower than؟ higher than. يبقى شرط كده ان الهيت انرجي ترانسفير فروم higher temperature object to lower temperature object. ثاني higher temperature object to lower temperature object. يعني الشاطر بقى اللي يركز معايا، لو جيت قلت لك عندي object its temperature is 50 and the other is 30، مين شاطر يقول لي وصلت ما بينهم؟ we connected between them the temperature transfer from what to what؟ من ال A لل B ولا من ال B لل A؟ أنا عايز توتا. يلا توتا. من ال A لل B ولا من ال B لل A؟ احنا قلنا من اللي فين؟ من الهاي للو ولا من اللو للهاي؟
من الA للB from higher to lower. نعيد مثال تاني. أما لو جيت قلت لك إن الA is 20 degree and the B is 60 degree. مين شاطر يقول لي المرة دي هتبقى منين لفين؟ أحمد؟ من B to A. طيب مين يرفع إيديه؟ 50 degree 50 degree. اتفضلي يا رؤية. ها؟ There isn't a transfer. مين شاطر يرفع ايديه يقول لي زميلتنا قالت ليه there isn't a transfer of heat. ليه ما ينفعش يبقى فيه انتقال الحرارة؟ ريماس because they are equal لان هما الاثنين قد ايه؟ بعض. نعيد تاني. يبقى لو جيت قلت لك to transfer the heat we must have two objects. One of them is A and the other is A. One of them is higher and the other is lower. One of them A higher and the other is A. يعني مين شاطر يرفع ايديه يقول لي كده؟ تعريف الهيت انرجي هقول it's a form of energy that transfer from A to A. حد يرفع؟ اتفضل. Higher to lower. يبقى لو جيت قلت لك هل ينفع من اللور للهاير؟ هل ينفع من الكولد للهوت؟ يبقى لازم يبقى واحد هوت والتاني ايه؟ كولد، واحد يكون هاير مور ذان ذا اذر. تمام كده يا جماعه؟ يبقى ملخص الحدوده لحد دلوقتي انا اخذت ايه الامبورتنس اوف هيت انرجي؟ هاف يوزز اند هاف اندستريز. يوزز استخدامات لازم احفظ. وورمينج، كوكينج، هيتينج ووتر، دراينج، واش ذا كلوزز. طيب industries are processing food, glass industry, paper industry, textile industry, صناعات. طيب الهيت انرجي عرفتها منين؟ منطلق الحكايه كلها ان انا اعرف الهيت انرجي بتيجي منين لفين. الهيت انرجي ترانسفير فروم هاير تمبريتشر اوبجكت تو لور تمبريتشر اوبجكت، يعني من الجسم الاعلى للجسم الايه؟ الاقل. لازم يبقى حد اعلى من الثاني. لو الاثنين ايكوال زي ما شرحنا هل ينفع يبقى فيه هيت ترانسفير؟ طبعا لا. تعريف الهيت انرجي اللي احنا قلناه it's a form of energy which transfer from A to A كلنا ها higher temperature object to lower temperature object. تمام كده يا جماعه؟ حاجه بقى لازم نعدل عليها. حد يعرف كلمه temperature يعني ايه؟ درجه الايه؟ درجه الحراره. المشكله ان الناس كلها رابطه كلمة temperature اللي هي درجة الحرارة إن الجسم سخن ولا بارد؟ سخن. أهو بص ميسرة راح باصص لي قال لي سخن يا مستر. مع إن الحرارة في منها حاجتين لازم تبقى عارفهم. hotness وcoldness. يعني في سخونة وفي إيه؟ برودة. والدليل على كده مثلا لما تسمع النشرة بالليل تلاقيه فيه يقول لك التوب ديجري واللور ديجري اللي هي درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الايه؟ الصغرى. يعني لما اليوم هيبقى أعلى درجة كذا وأقل درجة كذا عشان تاخد احتياطاتك. يبقى كلمة تمبريتشر اللي هي درجة الحرارة مرتبطة بحاجتين، مرتبطة بالديجري درجة الهوتنس أند ايه؟ كولدنس. وفي بعض الأحيان هتلاقي في التعريف يقول لك كلمة indicator مؤشر إن التمبريتشر دي مؤشر. يعني إيه مؤشر؟ اللي هو حتى الدكتور بيستخدم جهاز كده عارفينه اسمه إيه؟ ها ترمومتر. برافو. الترمومتر ده يا جماعة الترمومتر بتاعنا ده أو السيرمومتر ده جهاز أول ما تروح للدكتور أول حاجة بيعملها لك تقول له لا يا زوريو استنى ثانية واحدة أنا بطني مالكش ما تتكلمش. أول حاجة يروح ماسك كده من قفاك فاتح بقك يا أبو شادي وراح دابب الترمومتر تحت لسانك. طبعا ممكن أبو شادي يروح إيه مكسره وواكله مش مشكلة ويروح شايف التمبريتشر بتاعته ويحدد بقى يبدأ يحدد. أول حاجة لازم أحددها التمبريتشر. النورمال تمبريتشر بتاعت الهيومن كام؟ حد فاكر؟ 37. ما تنساش عشان ده سؤال عليه. تنساش عشان ده سؤال عليه.
اها ممكن يجي يقول لك it's an indicator which determines the degree of hotness or coldness. يعني زود في التعريف كلمة indicator مؤشر. It is the indicator which determines the hotness or coldness. صح صح كده معانا يا جماعة؟ تجربة كانت علينا في جونيور 4. تجربة كانت علينا في جونيور 4. ركز كده حضرتك. بس جايه النهارده يا جماعه مختلفه شويه. حمزه ثبت المايك بتاعك يا حمزه عشان بي ايه بيعمل الصوره. ركز كده حضرتك. ايه التجربه بتاعتنا؟ قال لك bring a basin يعني جيب اناء. And put inside it وحط جواه ثلاث حاجات. بلاستيك رولر. مسطره. و ميتاليك سبون. معلقه. و وودن بنسل. تاني تجربتين بتوع النهارده كانوا على حضرتك في جونيور 4. وجونيور 5. بعد كده ثبت كل واحدة منهم بكلي. كلي يعني صلصال. And put over it a wax. Wax يعني شمع. مستر أنا عايز الشمع في إيه؟ يعني جيب شمعاية كده واعمل نقطة سيحها، حط نقطة كده على كل واحدة. بعد كده put a button. Buttons يعني زراير. وابدا حط بويلد ووتر. بالله عليك ركز معايا. بويلد ووتر، الميه السخنه هتسخن الثلاث حاجات دولت. السؤال بقى اهنو ماتيريال نمبر 1 ولا 2 ولا 3؟ يعني القلم الرصاص ولا الود ولا الميتاليك سبون ولا البلاستيك رولر، انه ماتيريال فيهم هتنقل الهيت يعمل ملت للواكس يسيح الشمعه فالزرار يقع. فكر بالراحه، فكر بالراحه، اكيد كلهم مش هينقلوا الهيت اكيد، يعني اكيد ممكن في حاجات تنقل وحاجات ما تنقلش. اللي رفع ايديها ورا اللي جنب ليلي اسمك ايه؟ اتفضلي يا مريومه. اشتملك؟ تمام اتفضلي يا مريم. مين؟ الايه؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ المسطره البلاستيك ولا المعلقه؟ المعدن ولا القلم الرصاص؟ ها؟ المعلقه تمام. المعلقه يا جماعه الميتاليك هي اللي هتنقل. الكلام ده يا جماعه حد فاكر كان علينا في جونيور 4 بيقسم الماتيريالز الايه والايه عن طريق الهيت؟ كنت بقول الماتيريالز يا اما ايه يا اما ايه؟ كان الكلام ده علينا في جونيور 4. عايزين حد جداد. فريدة؟ لا. حسين اتفضل. جود كوندكتور اند باد كوندكتور، يعني حاجات بتوصل وحاجات ما بت ايه ما بتوصلش. طب تعالى كده بالراحة، يعني لو جيت قلت لك مين اللي هيوقع 1 ولا 2 ولا 3؟ ها 2 الميتال. هل الخشب يوصل الحرارة؟ طبعا لا. هل البلاستيك كوندكت؟ طبعا لا. يبقى اقدر اقول على الميتالز ان هي جود ولا باد؟ جود. والود والبلاستيك وليهم كلمة تانية هنعرفها النهاردة. حاجة تانية السكند اكتيفيتي، we have a cup of hot water and put different material، هنحط مواد مختلفة. فكر معانا. من شاطر يقول لي we have a basin containing hot water we bought four roots، عندنا اربع قطع iron plastic aluminium wood، اللي توصل هعمل عليها صح، اللي ما توصلش هعمل عليها wrong غلط. مين يحاول معانا؟ الايرون. لوجيني وائل، يلا يا لوجيني اتفضلي.
نعمل عليها صح. الايرن اعمل عليها صح توصل. صيام البلاستيك رونج ما بيوصلش. اياد الالومنيوم صح يوصل. الود ملوخيه رونج ما يوصلش. يبقى في ماتيريال الاو وماتيريال دازنت ايه الاو اللي احنا سميناهم في جونيور 5 وجونيور 4 جود كوندكتور وباد كوندكتور. طب يا مستر هل النهارده الاسم اختلف؟ هو اختلف حاجه بسيطه يعني ان بقى عندي حاجه اسمها هيت كوندكتورز موصلات هيت انسيليتور عوازل يعني حاجات توصل وحاجات عازله. حاجات توصل وحاجات ايه عازله اللي هي كنت انت بتقول عليها ايه وايه جود كوندكتور وباد ايه كوندكتور. طيب لو جيت قلت لك ان تعريف الهيت كوندكتور زي ار ذا سبستانس او ذا ماتيريال لا خلينا في الجديد بقى which allow أو let heat to pass through. من شاطر يقول لي كلمة allow أو let دي الناحية التانية هل هتبقى زيها ولا مختلفة؟ هتبقى إيه؟ سندس؟ ها؟ هنكتب إيه؟ not allow يبقى واحدة الله واحدة نوت ايه؟ طيب تعالى كده بالراحة. الهيت كوندكتورز من شاطر يرفع ايديه قول لي أمثلة الحاجات توصل. صيام اقفل الكتاب. مين ما قالش؟ أحمد أير ألمونيوم كبر قال لا كل الحاجات دي ممكن اقولها في كلمه واحده اللي هي اسمها ايه؟ ميتالز اللي احنا اخذناها في جونيور 4. الناحيه الثانيه بلاستيك وود وول صوف وكلوزز وجلاس كل الحاجات دي. يبقى انت عندك تاني heat conductors they are the materials that let بتعدي. اما الناحيه الثانيه كتبنا ايه؟ don't let دي let heat flow through ودي don't let heat flow through. الامثله اللي فوق ميركوري ده الجديد لانه من الميتالز اخذناها ستانل ستيل وده في الحلل عارفينه اكيد. اللي تحت تلاقي رابر جديد عليك اير هواء ايه الجولد جود كوندكتور. حاجه صعبه يا جماعه؟ طيب اخر حاجه في الشرح قبل ما نبدا نشوف احنا خدنا ايه ونحل عليه ونراجع الامتحان. ركز احنا حد يعرف احنا الازاز اللي في البيت عندنا احنا في مصر هيبقى بيبقى سنجل ولا دبل؟ ها؟ سنجل تمام. يعني ايه سنجل ده يا مستر؟ اللي هو حضرتك لو بصيت على الازاز اللي وراك دلوقتي في اي شباك مثلا اللي في البيت طبعا جنبيهم اكيد شبابيك سندس خبطي على الازاز اللي وراكي ده اللي قصدي عليه يا جماعه. انت عندك كام طبقه ازاز؟ 1 لكن بره بيعملهم جلاس بقى كم شيت اوف جلاس؟ 2 جلاس شيت. عايز اسال سؤال هل عندهم ازاز زياده؟ هل انا اسف بيتفشخروا بالازاز؟ عندنا ازازين يعني غير ازاز واحد هنا؟ طبعا لا. لا جلاس شيت تو بقى جنب بعض خشب وخشب وفيهم ازازه هنا وازازه هنا. تعالى كده نشوف يا جماعه ليه
ايه السبب؟ تعالى كده نركز. ونشوف ايه الغرض من الموضوع ده. حد يعرف يقول لي في المكان اللي انا عامل باللون الازرق فيه ده اللي هو ما بين التو جلاس شيت بيبقى فيه ايه اللي في النص؟ اير هوا. حد فاكر الهوا جود ولا باد؟ باد، اللي احنا بنقوله عليه هيت انسيليتور. يعني يوصل ولا ما يوصلش؟ ما يوصلش. فركز كده بقى، يبقى ادي البيت اهو طوب بقى وكده من كل ناحيه، وادي التو جلاس شيت اللي احنا قلنا عليهم، وادي الاير في النص. بص كده، اسمه انسيوليتنج جلاس ويندو، يعني زجاج او شباك عازل. يعني ايه عازل؟ هما بيبقوا مشغلين جوه جماعه الهيتر اللي هي المدفاه. الدفايه بتبقى عامله ايه للهواء جوه؟ ورم ولا كولد؟ فيبقى قاعد كده الدنيا تمام التمام جوه. الجو بره بيبقى ماله؟ كولد. فالايه؟ الشباك ده يا شباب عشان هو اضخم من الشباك العادي هيخلي فيه حاجز ان ايه يدخل من بره. والدليل على كده اكيد وانت قاعد في الشتاء لو جيت قربت من الشباك ممكن في بعض الاحيان تحس ان هواء بسيط كده داخل لك، صح؟ تسمع صوت هواء تقول الهواء ده جاي منين؟ لانه يا جماعه عشان كام شيت؟ 1 ولا 2؟ 1. فالوان جلاس شيت ده يا جماعه بالبلدي بيعدي هواء، لكن التو جلاس شيت بيضمن ان بريفنت الليك ايج، بيمنع الهواء ان هو يدخل من ايه؟ من بره، فيحافظ على الهيت جوه. اقولها لك بمثال تاني، ينفع تمشي في شهر 12 او 1 بالتي شيرت اللي انت لابسه؟ لان التيشيرت ده يا جماعه خفيف ولا تقيل؟ هل هيدفيك؟ هيخلي الحراره تهرب من جسمك، فجسمك يبقى اسقع ولا ادفى؟ اسقع. يبقى وجود التو شيت اوف جلاس ده يا جماعه هيعمل ايه؟ هيعمل الكلمه اللي جايه دي اللي هي اخر كلمه، prevent leak edge of heat، يمنع هروب الحراره. And الhouse البيت still warm. يعني still warm يا جماعة؟ يظل ايه؟ دافئ. يبقى انا لازم افهم two glass of sheet بينهم في النص ايه؟ هوا. الهوا ده good conductor ولا bad conductor؟ فيضمن ان الحرارة تفضل جوه. بالبلدي كده يا جماعة الحرارة محبوسة جوه البيت. لو جبنا الازاز العادي بقى اللي هو بتاعنا ده مع اقل فتحه الهواء البارد يدخل والهواء الدافي يخرج، فالشخص يحس بالبروده. تمام كده يا جماعه؟ حاجه صعبه؟ مستر سؤال. اتفضل. هما مش عاملين الازاز بره من طبقتين عشان برضو عشان لو في وبيحجز هواء جوه عشان لو في حراره عاليه ما يفرقعش من الضغط؟ تمام، بس الحاجه الاساسيه بتاعتنا يا ياسين ان انا احافظ على الحراره. تمام. اكيد الازاز بتاع الطياره ده بيبقى كبير جدا. ايوه. لا، في ناس بتتكلم برضو جانبي وزميلتك بتسال. مريم صح؟ ساره. قول سكت يا ساره. لا، علي صوتك. الازاز ما بيساحش، الاثبات كوندكتور. يلا يا جماعه نفتح لو سمحتم الكتاب عشان نعلم احنا اخدنا ايه. خلاص فاضل دقيقتين وهتخرج.
التايتل بتاع الليسن يا جماعه heat is heat conduction. Heat is one of the most important types of energies that has many uses in our life. لو سمحت اكتب سيف على التيبل ده. اليوزز الاستخدامات فوق اللي هم الاربعه الورمنج والكوكينج والهيتنج ووتر والدراينج ووشد كلوزز. وتحت الاندستريز اللي هي الصناعات لازم تبقى عارفها. بروسيسنج فود اندستري تحضير الاكل، جلاس اندستري، بيبر اندستري، تكستايل اندستري اللي هي صناعه المنسوجات. الصفحه اللي بعديها تعريف الهيت انرجي اكتب عليه سيف. طبعا سواء جالك انت ماسك هوت كاب اوف ووتر او هولد دراي ايس انت الاثنين فاهمهم ان كلاهما يثبت ان الهيت انرجي بتيجي من اللي فين؟ من الهاير للور ولا من اللور للهاير؟ هاير للور. تمام. تعريف التمبريتشر تمام اكتب عليه سيم. It is a degree of hotness or coldness of a body. ال measuring devices of temperature حط خط اللي هو الترمومتر اللي هو الثرموميتر بالانجلش. الاكتيفيتي اكتب عليها قرايه اكسبت. في اكتيفيتي ثانيه اكتب عليها قرايه. تعالى بقى للبيج اللي فيها تعريف الهيت كوندكتور والهيت انسيليتور. وصلت لها؟ هيت كوندكتور وهيت انسيليتور اكتب عليهم سي. تعريف واكزامبلز تعريف واكزامبلز. اللايف ابلكيشن اخذنا واحده بس. اخذنا اللي فوق اللي هو الانزيليتنج جلاس ويندو. اير از ا باد كوندكتور اوف هيت ذات يوزد ان ميكينج اي انزيليتنج جلاس ويندو. الهواء اند ثيرموس فلاسك. ايه الثيرموس فلاسك ده يا مستر؟ اللي هو الترمس عارفينه؟ تمام. بيبقى برضه طبقتين عشان يحافظ على الحاجه سخنه جوه. وير الترمس الشاي اللي بيخزنوا فيه الشاي عشان هو مسافره. لو مسافره مكان يبقى معاك شاي سخن. مش قبل كده؟ زي الغلايه كده. حابب اوريه لك عم بوريه. وير اتس ميد اب اوف باوندينج تو جلاس شيت اند ليفينج سبيس فيلد وذ اير. الجيف ريزون سيف طبعا تو بريفنت ذا ليك ايدج اوف هيت. وقفنا لحد هنا. تعالى نجيب الاسئله لو سمحتم. مستر. نعم. معلش يا مستر هو انا مسافر هكمل بس الحصه على اليوتيوب. تمام يا ابو جبل. يلا يا توته. خلي اول سؤال. هي ترانسفيرز فروم. One hot object الان object زيه. احنا قلنا بتيجي من اللي فين؟ سي من الهوت للكولد. يلا يا ساره. When you touch a piece of ice heat transfer from ice to hand من التلج لايديا. من الهاند الايس. نمبر 3 يلا يا سماء. سمسم سماء. سماء. ذا ديجري اوف هوتنس اند كولدنس ده تعريف ايه؟ تمبريتشر. نمبر 4 يلا رؤية. الثرموميتر از ديفايس يوز تو ميجر ذا temperature. يلا يا اروى. Not is a good conductor of heat. Cover. لو حد في الاونلاين هيشارك معانا يا جماعه اعمل ريس هاند. Number 6 احمد. All of the following are good conductor of heat except glass and wood. يوسف اتفضل. Not is a bad conductor. بلس ياسين ابو استحار اتفضل ياسين.
Wood is a heat insulator because it الإجابة يا سين doesn't let doesn't let مش بيعديش الهيت. يلا إياد cover ثانية واحدة إياد. نعم يا نور. الحرارة من قوتها ممكن تعدي منه لكن هو ما ينقلش. اه ها بي allow heat. وقفنا لحد كده في اللي تشوز. تعال نشوف بيتر اول واحده في الصح وغلط. يا بيتر heat is from the energy that transfer from lower to higher. غلط. المفروض من اللي فين؟ من higher to lower. higher to lower. مريم خضر. يلا يا مريم. heat transfer from cold object to hot object. مريم صح يس بتيجي صح. من الكولد للهوت. غلط. المفروض من الهوت للكولد. يلا يا يوسف. يوسف all material are good conductor of heat. كل المواد بتوصل. wrong. تمام. the measuring devices of temperature are scales. يا شرف غلط. اسم الجهاز اللي بيقيس الحراره اسمه ايه يا ميسره؟ ثيرمومتر. يلا يا ميسره. heat is a degree of hotness or coldness. هل تعريف الهيت؟ غلط. امال تعريف ايه؟ temperature. برافو. ملوخيه. cover iron air allow. wrong lane. الاير ده ما بيوصلش. يبقى المفروض احط مثلا الومنيوم. بلاستيك is good. ليه؟ البلاستيك بيبقى باد. حازم بلاستيك كاب بيبر اند اير ار باد. صح. هنا فايد اير از باد. هنا ترو. Number 10, Maya. Cover is good. صح. صح. حسام. أحمد. اسمه إيه؟ عمر. يلا يا عمر. Aluminium is bad. الألمونيوم ما بيوصلش. False. الألمونيوم is good. Air is used in making يا أحمد manufacture of insulating glass window عشان هو insulator. true. ايوه في اختلافات. تمام ماشي خليك هنا معلش. number 13 مين على الدور؟ يلا عبد الرحمن. materials that conduct heat are called heat insulator. الكلام ده عندكم صح؟ نمبر 12 ماشي. ها الماتيريال اللي بتوصل اسمها هيت انسيليتور. غلط. هنحل يا جماعه الهوم ورك. الرايت ساينتفك تيرم لحد 7. الكومبليت لحد 13 لحد 14 وتجيب ريزون لحد 6 7 رايت ساينتفك تيرم والكومبليت لحد 14 والجيف ريزون لحد 6. وركز يا ايات عشان انت كل مره الموال ده. استاذن حضرتك ثانيه استاذن حضرتك ثانيه. نعم اتفضلي.
طلع ورقتك واعرف اخطائك. The measuring unit of mass, kilogram or gram, while the weight is newton. The mass measuring by using, اكتب اي حاجة منهم, balance with spring. The mass, the mass doesn't change by changing place. ممكن نقفل الباب. اطلع عدي على المستر وانت طالع. The body weight depend on, عندك ثلاثة. الماس, البادي ماس, البلاي, البلانيت, where the body or the object exists, الديستانس between the body and center. عيني اطلعي وخدي درجتك بالراحة يا رواية. The body mass, لو 2.5 نيوتن, ال 1 ب 100 جرام, ال 2 ب 200, 2.5 يبقوا 250 جرام. طبعا أول تعريف الماس, الثاني الويت, جرام, نيوتن. المسائل للمرة السبعين. لو عايز الويت on earth هيبقى 6 times 10. لو عايز الويت, ثانية واحدة بعد إذنك, على المون هاخد الويت على الإيرث وأعمله ديفايد كام؟ 6. عادي 6 ديفايدد 6 هتطلع 10 نيوتن. سبرينج بالانس اللي هو السبرينج سكيل 20 نيوتن, الماس هتبقى 2 كيلو جرام, هاف لتر يعني 500 جرام يعني 5 نيوتن. التوصيل اول واحده بي, الثانيه سي, الثالثه الرابعه. لو الماس زادت الويت هيزيد, لو الديستانس قلت الويت برضه هيزيد. المسألة صعبة, لفة, عايزة تركيز. لو الويت على الإيرث 300 نيوتن يبقى الويت على المون حامل ديفايدد 6 50 نيوتن. عشان أجيب الماس إزاي؟ عشان أجيب الماس إزاي؟ هاخد الويت كله أقسمه على 10 يطلع 30 كيلو جرام, وبرضه الماس ثابتة 30 كيلو جرام.